تخيل كده إنك دخلت مطعم شيك وكل اللي حواليك في أرقى صورة، والخدمة ممتازة والأكل سخن وما تأخرش، والويتر كمان ابتسامته ظريفة ونفذ كل اللي انت قلتله عليه. الطبيعي إن ده شيء عادي لأنك بتدفع فلوس وقدامها خدمة، لكن ده كمان بيكون حافز ليك إنك تكافئ المطعم والويتر بشكل خاص، إنك تديله إكرامية منك بتشكره بيها على ذوقه ومجهوده. تخيل بقى لو صاحب المطعم قرر يمنع التبس تماما. طب ليه قطع الأرزاق طيب؟ لا، ما هو منع التبس ورفع رواتب وأجور العاملين في المطعم علشان يبقى متوسط مرتب الواحد منهم 35,000 دولار في السنة. يعني ببساطة اللي شغال في المطعم ما بقاش مضطر انه يسعى للتبس، ولكن بقى مضطر انه يشتغل احسن من الاول تقديرا لصاحب المطعم اللي عمل معاهم الواجب. صاحب المطعم اللي اسمه بوبي فراي في بيتسبيرج في الولايات المتحدة قرر انه يعمل لهم نظام رعاية صحية ليهم ولأسرهم. ومش بس كده، بوبي فراي ادى لكل واحد فيهم 500 سهم من اسهم المطعم، يعني خلاهم ملاك مش مجرد ناس بتشتغل في المكان، وليهم كمان اجازة سنوية مدفوعة الاجر علشان يصيف هو والعيال. وما سمعش حد بيقول دول كده هيطمعوا فيه، علشان ارباح المطعم زادت 3 أضعاف في شهرين. اصل ده كتالوج معروف، جزاء الاحسان لازم هيكون الاحسان. دي واحدة من الافكار المبتكرة في صناعة الولاء لمكان العمل وإدارة شؤون العاملين. مش شرط تكون صح في كل المهن، بس في الآخر العبرة بالنتائج.